مشهور في صباح الخير. اليوم ان شاء الله باش نبداو الفيديو ديالنا من سيكيهور. هذه الجزيره هذه كبيره شي حاجه ولكن ماشي شي كبر. المهم اللوطي اللي فين ساكن انا هو هوستل، كومبلكس هوستل ولكن واعر اخي الصراحه. جا عليه واحد البلايه شغنقول لك بلايه رائعه بصح، بالنخل ديالها كلشي ديالها والرمله بيضه لا ذا شعل، وهو جاع للموجه. وهذا اللي من مورايا يعني جا من نون البحر، داخل هذا البحر بحال بريفار بويس. دابا ان شاء الله طلبنا الفطور ديالنا من عندهم، طلبنا شي بيطة حر كاينه هنايا وجبان وطوست وشي لعيبه هكذا وشي عصير باش نفطروا وباش نخرجوا نكتشفوا. المناظر اللي كاينين هنا في هذه الجزيرة زعما الصراحة واعرة بزاف، خضورة نعمسي والنخل في ما مشيت واحد الشارع دايز في هنا اللي تسمى كله نخل كله نخل. هذه باش معروفة الفلبين، الفلبين الجزر ديالها صاحبي كنحس بديك الجزر فايب، يعني كنحس بالجزيرة فعلا بأنك انت في شي جزيرة استوائية، لأن ذاك الشيء الجرينيري اللي فيها يعني الخضورة ولا هذا الشيء لي بانتريز، البانتريز في ما يمشي فهمتش كيفاش، يعني ماشي فحال الدول الآخرين كتجبرهم بشي مواطا عايدة، نو في الفلبين في ما يمشي كاين بانتريز. دابا تجي هذا البحر ومع عامرة هنايا، عامرة الطريق كلها الصف من هنا والصف من هنا. هذه باش تعجبني انا الفلبين، واخا كاينين الصعوبات في المجند، واخا كاينين الصعوبات في المجليله، ويعني باش تتنقل من جزيره لجزيره يعني واحد التماره كبيره والمصير وكذا، ولكن كتسهل كلشي اللي شير لي، لان الكاميرا كبيره لازم تشد الانتباه بزاف. شباب رجعنا للوطي مرة أخرى، خرجنا مشينا تشوفنا ديك البلايا، جبرت بلايا صغيرة وعامرة بزاف. اليوم الحد اللوكال الدنيا بلان بالفرخين وجرين الكعبة، يعني ما استمتعناش بالجو في البلايا، ما قدرتش تجبد الكاميرا دحاس ديك الشي ستيتو بدية ديالك، ريحت شي حاجة عطيت واحد غطي صايدة وخرجت بحالي، رجعت بحالي للوطي. دابا باش نتغدى نرتاح شي حاجة هنايا، عاود باش نمشي لواحد البلايا أخرى ولكن بعيدة تقريبا شي 4 كيلومتر، ماشي مشكل غنتغدى ونرتاحو شي حاجة وغنشوفو شي ترونسبور وغنمشيو نزل من المكلة. عطلت الفراي نودلز بالجامبا، هذه المكلة كيف البارحة معايا، فراي نودلز بالدجاج كتنجاوبها، زعما عاود عاود بالجامبا حيت واعر الله الصراحة. مساء الخير. ماشي ختموا الفيديو ديالنا هذا الجزيره هذا، ما صورتي فيها بزاف لان ما ماشي مجبرتي ما نصور، يعني بلايه ما عنده ما صور بالكاميرا، مي غير موطا زعما فين هو هذا موطا واعر بزاف، يعني الشاطئ بالرمله بالنخل بالديكوراسيون بالبونغالوس اللي من مورايا واعر، ديك الشيء مشاهد كامل الى حتى القعرفين، وكذلك عاهم مشى من هاد الجهه هذايا. من المشكل اللي كاين هذا الجمال هذا كامل اللي تسمى البلايا ممكن ماشي دلعو، شتي هذه البلايا هذه كامله ماشي دلعو، هذه هي اللي تقال عليه هذاك المياه الضحله، يعني ديك المراكد ما كيتحركش وشكل عام بحال بركه، والبحر جاليه دابا جا المد باش يطلع الماء حتى هنا، اما هو الماء كيكون بعيد في الصباح. بويس اللي تسمى هذا هو الديفو اللي جبرته انا في هذه الجزيره، هي واعره صاحبي الخضوره اللي جات من مورايا ديك الشي حماقه صح صراحه، ولكن البلايا دلعو ما كاينش. كانت واحد البلايا مشيت لها في الصباح انا صغيره صغيره، مي نهار الحال كانت الدنيا عامره، لان يعني الناس السكان المحليين كيبقوا يعوموا تما ما عندهم فيمشي فين يعوم. بويس اللي تما ما استمتعتش انا بهذه الجزيره بزاف زعما الصراحه، يعني من ناحيه البلايا ما استمتعتش منها، مي دورت مع الغابه ديالها هذيك ديك الشيء واعر صح الصراحه. مي كي تما صافي ما يمكنش نزيد فيها، غنزيد هذه الليله هذه غنبات غدا ان شاء الله في شبر الطريق الموطع اخو، ديك الموطع هذا غيكون هو اللي سبق لي جيت منه انا، غنرجع له لان من تما غنشبر بر واحد الجزيرة أخرى اللي منا غنطير أنا المطاع، وهو اللي أصلا فيلبين كاملة دايرة غالية.
شو دابا الفرق ما بين التصوير في النهار والتصوير في الساعه بحال هذه؟ راه فرق كبير صاحبي، راه الكاليتي ديال الصوره راه مبدله صح، راه الكاليتي كتبان واعره، الباك جراوند كيبان مزيون، كلشي كيبان حيه. يعني علاش ليكليراج كيكون مزيون، ليكليراج كيكون ناقش شي حاجه، يعني ليكليراج هذا هو لوبتيمال، هو في العشيه ولا في الصباح بكري. اما دابا في النهار الكاليتي التصوير كطيح عيان، وبنادم ملي كيكون ماشي مسافر مش بقاش يستنى حتى العشيه عاد يخرج يصور، ولكن كيضحي بالكاليتي.